الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من يرى في المنام الكلاب الأليف علامة على الرزق والمال الكثير القادم له، والله أعلم. حلم الرجل أنه بجوار العديد من الكلاب الأليفة، وكان منها كلاب صيد علامة على كثير من الأموال والخير الذي لا ينقطع عنه الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يستند على رأس كلب أليف علامة أنه سوف ينتصر على أعدائه بشكل كبير، والله أعلم. حلم المرأة أنها بجانب كلاب أليف كثيرة علامة على الخير القادم لها ولزوجها الأيام القادمة، والله أعلم. ومن يرى في منامه الكلب الأسود علامة على تحقيق الأمان والأحلام في واقع الحياة. حلم المتزوجة أنها ترى كلبا أسود إشارة على وصولها إلى أمانها وأحلامها بشكل كبير في الواقع، والله أعلم. ومن يرى أنه يرى الكلب الأسود الضخم يهجم عليه علامة على وصول إلى أحلامه وأهدافه بشكل كبير. إذا رأت الفتاة العزباء أن هناك أسد يحاول أن يهجم عليها علامة أنها ستصل إلى أمانها بشكل كبير هذه الأيام. رؤية الكلب ينبح على الإنسان ويلاحقه علامة أنه سوف يتعرض لمشكلة أو يفضح في أمر ما، والله أعلم. رؤية مجموعة من الكلاب تنبح على الإنسان علامة على الخيانة والخداع من قبل أشخاص مقرب منهم في الواقع، والله أعلم. تدل رؤية الكلاب في المنام تلاحق الرجل علامة على حب الناس لهذا الرجل وأنه متواضع كثيرا، والله أعلم. الكلاب تلاحق الشخص في المنام وتمزق ملابسه علامة أنه يغتاب أشخاص ويخوض في أعراضهم كثيرا، والله أعلم. ومن يرى في المنام أن جسده تحول إلى شكل كلب علامة على صرف الأموال بشكل كبير بطريقة غير لائقة، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي قبل كل بعد كل صلاة وقبل النوم.